هذا وتبذل الكوادر الطبية في مملكة البحرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك جهودا جبارة، ضاربين أروع الأمثلة في العطاء انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والحرص على الحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا. انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم كافة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، يواصل أبطال الصفوف الأمامية جهودهم المتميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك في التصدي لجائحة كورونا، واقفين وقفة رجل واحد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء المجتمع. أبطال الصفوف الأمامية أكدوا مواصلتهم مسيرة العطاء والوقوف بثبات حتى انتهاء الجائحة من أجل هذا الوطن بما يحفظ سلامة المجتمع، حاثين في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع الحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي. مركز البحرين للمعارض ما زال مفتوح أيام العيد، يستقبل المواطنين والمقيمين في تلقي إجراءاتهم. نأكد طبعا من ثم جهود كل المواطنين اللي استجابوا إلى التعليمات خلال الفترات اللي طافت، ونحثهم أنهم يواصلون نفس الجهود اللي قاموا فيها، خصوصا أنهم شافوا ثمار جهودهم على أرض الواقع، شلون قدرنا ننتقل من مستوى إلى آخر. خلي يكون عندكم ثقة فينا إحنا كطواقم طبية، وإحنا ما راح نخذلكم أبدا. نحث الجميع على الالتزام بارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والالتزام بجميع الإرشادات التي وضعها الفريق الطبي الوطني، وإحنا كفريق طبي وطني في الصفوف الأمامية قاعدين نضاعف جهودنا كل يوم، وبمساعدتكم نقدر ننتقل حق مستوى صحي أفضل ونتخلص من هاي الجائحة ونرجع حق حياتنا الطبيعية إن شاء الله. منذ بداية جائحة كورونا حطينا يدنا بيد المجتمع اللي أثبت وعيه ويا ياخذ التطعيم، وإحنا ككادر طبي في مركز المعارض اشتغلنا بلا توقف وعلى مدار الأسبوع، ومع زيادة إقبال الناس على التطعيم وبتوفير مملكة البحرين العديد من اللقاحات إلا إحنا ما تعبنا. إحنا نمتلك نفس طويل، ما راح نتعب، ما راح نمل، ما راح نكل، وإن شاء الله بتكاتف الفريق كامل راح نوصل إلى الهدف. طواقم طبية يضحون بحياتهم من أجل حماية المجتمع، ويعملون ليلا ونهارا من دون ملل أو كلل لتوفير الأمن والأمان من هذه الجائحة العالمية، ضاربين أروع الأمثلة في الإخلاص لهذا البلد. فالتاريخ سيظل يتذكر مواقفهم التي ستبقى راسخة في قلوب ووجدان كل مواطن ومقيم، حيث التكاتف والتضافر مع كافة الجهود الوطنية ستكون لها الدور الكبير في احتواء الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. أبطال يواصلون في التصدي لجائحة كورونا في هذه الأيام المباركة بكفاءة عالية ونفس طويل في جميع الأماكن، فتراهم حاملين على عاتقهم سلامة جميع من يعيش على هذه الأرض المعطاة. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.